سعد الوزير جاب على قيد العدم ملفات الجمال. علي كان مسؤول برضو عن تسليم ملفات اللجان الواردة دورات الكسب اللي بتنعقد كل 3 شهور في الإدارة. فكان بيسلم الملفات اللي في المخازن عنده لأمناء. السر اللي جايين من بره مع اللجان دي، هو كل مستشار لازم يكون معاه امين سر، فبيبقوا من خارج الاداره. تمام. بس بعد ما بيسلم بيجيب لي الاحصائيات، بيعمل لي احصائيات عن الحفظ الداخلي، احصائيه عن الحفظ الداخلي واحصائيه عن الحفظ الخارجي واحصائيه عن البريد. انت هنا بس الخارجي وعن البريد الطرق اللي طبعا شايفه يعني مش شايف المهمين عندهم مره بس هو يا ريت لا عنده المتبقية لديه في مكان تصدير الإدارة. تمهيدا لتسليمها لدورات الكسب القادمة. الكسب القادم وبيقدمها لي بصفة شهرية. بعد
بعد كده بقى لما جت ملفات الجمارك جزء منها اتحفظ. احنا بنتكلم في الحته يعني عشان نحط المعلومات، انا ما بقولش المعلومات عن الحته اللي احنا بنتكلم فيها. بعد الملفات اللي وزعت على الساده المستشارين الجمارك، ايوه على الساده المستشارين، في جزء منها اتحفظ وفي جزء تحليلات لما امين السر خلص الملفات اللي اتحفظت عند الهيئه بتاعته، نزلها في الاوضه اللي جنب استاذ علي، نزلها اللي كان في الجار في الاوضه اللي جنبه جنب علي جنب